ايه اللي حصل معاكم في السودان؟ اللي حصل معانا حضرتك، كنا ماشيين من مياه الاكمنيه الدوليه، طلع علينا لانش بضرب النار. لانش السودان. لانش السودان. وقفنا طبعا بضرب النار، ضرب النار كان شديد علينا حضرتك. وقفنا، قال لك كنتوا كم مركب؟ كنا ثلاثة. ثلاث مراكب. كنا ثلاثة، ما احنا ثلاثة مع بعض. المهم جاء اللانش وقف كده، وقفنا طبعا شد الضرب النار علينا، وقفنا اللانش وقفنا. قال لك انا عاوز اربعة، كل واحد كل مركب بيجيب اربعة، ونزل لنا اربعة. اربع اشخاص، اربع صيادين، اربع ارفاد، اربع افراد. وبعد كده نزلنا احنا الاربعة، ضربوا اهانة واتهاننا جامد. يعني عايز اربعة يقبض عليهم، يقبض عليهم عشان المراكب تيجي ورا منه حضرتك. المراكب يعني ايه، ما تهربش منه. يعني من كل مركب ياخد عدد اربع امور ويمشي وراه. تمام، ده اللي حصل. طبعا نزلنا طبعا هناك في اللانش ده اهانه، اتهنا جامد وضرب وشتيمه، وما اقدرش اقول لحضرتك بقى. طب ايه السبب؟ يعني هم بيقولوا انكم كنتوا بتصوروا لانشات عسكريه. لا حضرتك، احنا ما صورناش لانشات عسكرية لما اتقبض علينا. لا اشرح لي تاني، قولها لي تاني، اشرحها لي. اقولها لحضرتك. احنا ماشيين من مياه الاكمية الدولية. تمام. طبعا احنا ما صورناش، اما اللانش جاء على جنبنا كده عشان نثبت براءتنا، يعني النسبة من البراءة بتاعتنا احنا. انتوا بتصوروهم على اساس انكم تقولوا احنا كنا نسبة بعاد. البراءة بس بتاعتنا. اللي احنا طبعا ماشيين من مياه الدولية الاكمية. وطبعا صورنا طبعا خريطة بتاعت الجهاز اللي احنا ماشيين عليها. وصورنا اللانش عشان تثبتوا انكم، عشان نثبت بس براءتنا فقط، بس نثبت براءتنا. طيب. شلناها هنا. الاخ